هاي اسمي بوليت توماي، 53 سنة من الأشرفية، تخرجت سنة 94 من جامعة الفنون بفن الشباك بالهندسة المعمارية. كان عملت بوقتها بروجي ديبلوم ميزي دي بوب ارت، لأنه حسيت إنه هيدا أكتر نوع فن بيشبهني وبيشبه شغلي. كان أول بروجي بتاريخ الجامعة بينعمل ديكونستراكشن وبيجمع بين الفن والهندسة. استعملت فيه مواد بنستعملها بالحياة اليومية مثل أنية الكوكاكولا الإزاز وحولتها لمجسم هندسي. هذا كانت أول مسيرة لإلي بالتراش أرت، ومن هون كفيت. اشتغلت أكيد 25 سنة بمجال الهندسة، ومن 4 سنين لهلا عم شارك بمعارض فنية، من أهمها كان كومبيتيشن انعملت بمتحف مقام بجبيل. بشرفني كتير إنه أقدم على World Art Collector Incubator Show وأعرض شغلي على لجنة تحكيم مميزة من فنانين كبار. Good luck للجميع و stay safe.